راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024. الناطق باسم الجبهة الثورية يقول إن القصد من تعديل قانون جهاز المخابرات العامة هو تصفية الثورة. استمرار اعتصام اللاجئين السودانيين في أثيوبيا للأسبوع الثاني وسط قلق أثيوبي وأممي. والي الخرطوم يقول إن الخلية الأمنية المعنية بتطبيق الطوارئ ستردع المجرمين. ارتفاع حالات الاحتجاز غير المشروع والقتل خارج نطاق القضاء داخل سجون طرفي الحرب. مواطنون في محلية نتيجا بولاية جنوب دارفور يشتكون من الوضع المعيشي وقلات الأسعار. مواطنون من الصالحة جنوب أمدرمان يفيدون بقصف الطيران الحربي مواقع شرق منطقتهم ظهر الخميس ومساء الأربعاء. منظمة أطباء بلا حدود تخطر قوات الدعم السريع بأنها ستنسحب من مستشفى المدني التعليمي بسبب مواصفتها بالتحديات الكبيرة التي تواجهها. القائم بأعمال سفارة السودان بدولة جنوب السودان يكشف عن ترتيبات لعقد امتحانات الشهادة السودانية لحوالي 700 طالب سوداني في مركزين في جوبا. هيوما رايس ووتش تحمل قادة الدعم السريع مسؤولية التطهير العرقي في الجنينة وتطالب بنشر قوة دولية لحماية المدنيين في السودان. برنامج الغذاء العالمي يعلن عن دعمه لحوالي 6.4 مليون مواطن منذ اندلاء الحرب في السودان بدعم الاتحاد الأوروبي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.